السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك ما شاء الله عليكم اليوم، ما شاء الله مرتبين ومنظمين اليوم، وان شاء الله صباح مبارك وصباح طيب، صح ولا لا يا شباب يا حلوين؟ احسن ما على الولد النشيط والطالب المجتهد انه يكون مؤدب، يكون ايش؟ مؤدب. كلما كان الطالب منتبه مع المعلم، ينظر ماذا يقول ويظهر ماذا يكتب على السبورة وماذا يشرح، الطالب يستفيد استفادة كاملة، استفادة كاملة، ويحفظ الدرس بشكل جيد ومنظم ممتاز. كلما كان الطالب انشغل عن المعلم، كلما الأفكار ضاعت لديه ويتصعب في التعلم. كل واحد منا يجب عليه أن ينتبه للمعلم ماذا يقول، والطالب النشيط حريص على أن يستمع لمن؟ لمعلمه. يستمع لمن؟ لمعلمه حتى يستفيد. طيب الآن حنبدأ الدرس، حنبدأ الآن الدرس على بركة الله، على بركة الله. هذه عبارة عن السبورة أمامنا، هذه السبورة وهذا القلم، هذا إيه؟ هذا القلم وهذه المسطرة، هذه المسطرة. لاحظوني ماذا أفعل على السبورة، ماذا أفعل؟ كلكم معاي، نظروا لي ماذا افعل صبره. يلا شنو هذه شباب؟ شنو الحلو؟ شنو هذه؟ مسطره. وهذا قلم. هذا ايش؟ شنو لون القلم؟ لون هذا لونه؟ شنو لونه هذا؟ احمر. قلم صبوره، ممتاز يا ابراهيم. قال هذا قلم صبوره وهذه مسطره، واللون واللون احمر، واللون احمر. طيب حط الان مسطره على الصبوره بهذا الشكل، بهذا الشكل، حطوا معي الحين، واضع خط بهذه الطريقه، خط بهذه الطريقة، وخط ثاني بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. ثم أأتي إلى قلم آخر، إلى قلم آخر بلون إيه؟ أخضر. ممتاز، أخضر. حظى، حظى علامة السهم، علامة السهم، علامة إيه؟ السهم، علامة السهم. هذه علامة السهم. هذا سهم يذهب إلى وين؟ يمين. وهذا إيه؟ يسار. أما كذا يسار وكذا يمين. أما تبنى هذا يمين هذا يسار. يعني نأخذ أحد من الطلاب الآن. تعال يا محمد المسلم، محمد المسلم. وهذا الطالب ما شاء الله عليه طالب عاقل ومهذب وما شاء الله عليه، وطالب حريص أن يتعلم. يا محمد السهم هذا أن يذهب؟ ممتاز يا محمد. والسهم هذا يا محمد، السهم هذا ممتاز يا محمد، ممتاز. قال السهم هذا يذهب إلى هذه الجهة، والسهم هذا يرجع. أعد مرة أخرى يا محمد، السهم الأول، يلا ما شاء الله يا محمد، يلا وقف. السهم الثاني، ممتاز يا محمد. محمد حسنك سؤال يا محمد، كنا جاوبني علي، ماذا نسمي هذه النقطة؟ بداية. وهذه النقطة سهم. أيوة. وهذه النقطة بداية. ممتاز، ممتاز. أقول هذه بداية السهم، هذه البداية، من هنا نبدأ ثم نذهب، هذا البداية ثم نبدأ. يلا حيوا محمد، حيوا، حيوا محمد، ما شاء الله عليه. أبغاكم كلكم تصيرون مثل محمد، كلكم مثل محمد، تصيرون مثل محمد، ما شاء الله ذكي وطالب، ما شاء الله عرف الدرس، وفي البيت ما يتعب أهله، ما شاء الله عليه. سأل أمه سأل أبوها، سويت ابن محمد، علمنا معلم كذا وعلمنا كذا وعلمنا كذا، يتعلم يشرح له الأم وأبوه ما دفع. فضل محمد مكانك تدري يا محمد. نبدأ النقطة الثانية بالدرس. بدينا محمد الآن في البداية، وبدينا في عمدية الثانية. كأن محمد الآن على هذه الرسمة، كأن محمد على رسمة مشى وتخطى هنا وتخطى هنا وتخطى هنا وتخطى هنا وتخطى هنا، ثم رجع مرة ثانية وتخطى هنا وتخطى هنا وهنا وهنا وهنا، كأنه ذهب إلى هنا وبعدين رجع إلى هذه المنطقة، إلى هذه المنطقة. محمد عمل من البداية ثم رجع مرة أخرى إلى البداية الأخرى حتى وقف إلى هنا، يعني كأن محمد جزاه الله خير بارك الله فيه عمل هذه العملية، عمل هذه العملية.
قلت ابو محمد بدا من هنا البدايه ثم انحنى ثم عمل هذه الطريقه حتى انتهى الى هذه الطريقه. لاحظتوا هذه الرسمه الان امام محمد. لما جاء محمد من هنا بدا محمد من هذه النقطه، بدا محمد هذه النقطه، ثم مشى محمد، ثم مشى 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 مشى، بعدين رجع محمد الى هذه النقطه، الى هذا، ثم وقف الى هنا. يسمون هذه النهايه، ممتازين، هذه النهايه. يا شباب هذه الحركه لما انا ارسمها برا الدرس بهذه الطريقه، صح ولا لا؟ بهذه الطريقه محمد عمل نفس العمليه، ذهب ثم رجع مرة أخرى بهذه الطريقة حتى تكون هذا الشكل، تكون هذا الشكل. خليكم معاي، ترى مهمة هذه الطريقة. السهم بدأ محمد من هنا ومشى محمد، بعدين انتقل مرة ثانية محمد، طيب، وعمل لنا إيش؟ عمل لنا هذا الشكل، عمل هذا الشكل. طيب الآن نبدأ الخطوة التي تليها. أمسح الآن الرسمة هذه، أمسحها الآن. أهم حاجة يا أحبابي نفهم ماذا يقول المعلم، ننتبه له، ماذا يقول، ماذا يفعل لكي نستفيد. الآن حتى المسطرة هذه كلها وحأضع خط هنا باللون إيه؟ أي لون هذا؟ ممتاز، حلوين، باللون الأخضر، هذا باللون الأخضر، هذا باللون الأخضر. طيب ثم آتي هنا، أي لون هذا؟ أبيض. هذا اللون أسود، ممتاز. هعمل الطريقة دي، هعمل بالطريقة هذه، هعمل بالطريقة هذه، ثم أضع هذا السهم وأقول إيش سمينا هذه شباب؟ البداية. البداية، ثم نقف هنا، وقفنا هنا، هذه النهاية. ثم آتي بخط آخر، سهم آخر، وأبدأ هنا. ايش سمينا هذه النقطة دي؟ هذه البداية. سمينا هذه البداية. سمينا هذه البداية. سمينا هذه البداية. الآن أبقى أعمل مثل ما عمل محمد، مثل ما عمل محمد. آتي بالقلم ثاني وأعمل الطريقة دي، أبدأ بالطريقة دي، أمشي مع محمد، أمشي مع محمد، أمشي مع محمد، واعمل الطريقة دي كلها، اعمل الطريقة هذه مثل ما عمل محمد، مثل ما عمل محمد. ثم اضع نقطة هنا، اضع نقطة هنا. من يقول لي ايش الحرف هذا؟ ايش الحرف هذا؟ ابدا. شوف كيف رسمناه محمد، لا حد كلم، رسمناه بهذه الطريقة، بهذه انا حمسح مرة أخرى، أعيد مرة أخرى لكي ايش؟ نستوعب الدرس اكثر. همسحها كلها. همسحها كلها. وحأتي بالمسطرة. وحأضع هنا خط. لاحظوا معايا انتم حلوين. لاحظوا معايا حلوين. لاحظوا معايا طيبين، ها. هذا الخط. هذا الخط اللي انا عملته. خط اللي انا عملته. هذا الخط. شو اللون هذا يا؟ أخضر. ممتاز، اخضر. ثم آتي ارسم سهم الآن. سهم يبدأ من هنا ويمشي معاي إلى حد هنا، هذا عندي السهم. سمينا هذه بداية. ثم آتي بسهم آخر وأبدأ من هنا، يسمي هذه بداية. الحين أنا إيش أعمل؟ أبي أوصل البداية من هنا، أمشي مع هذه من هنا، وامشي معاه مثل ما سوى محمد، وامشي هنا، امشي هنا كذا، واحط النقطة هنا. لما اتي انا وامسح الاسهم هذه، امسح هذا، وامسح هذا، تتكون لي الان؟ لا. تتكون لي؟ لا. تتكون لي؟ لا. حرف الذال، هذا درسنا اليوم، حرف الذال، درسنا اليوم 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 حرف الذال. طيب الحين حسأل الأسئلة الحلوة،
الأسئلة الجميلة الآن. الآن عرفنا حرف الدال، عرفنا حرف الدال. الآن نبقى بعض الأمثلة على حرف الدال. مثلا نبات يبدأ بحرف الدال. يرفع يده الواحد، يرفع يده. ما هو اسم النبات؟ لا تتكلم، أنا أقول لكم أنا. واحد واحد. نبات يبدأ بحرف الدال. أحمد، يلا أحمد، شنو هو نبات؟ ذرة. أيوة الذرة. الذرة يبدأ بحرف الدال. وهذه صورة الذرة موجودة هنا. هذه صورة الذرة. هذه صورة إيش هذه؟ ذرة. هذه تبدأ بحرف الدال. تبدأ بحرف الدال. طيب الآن أبغى كل واحد فيكم يضع يده هنا، كلكم يضع يده هنا، يد واحدة بس هنا، ويضع هنا ولا بيد اليمنى كذا، بيد اليمنى هذه وهذه. ماذا نسميه؟ أيوة، والاثنين الأذن، الأذنان. هذه أذن وهذه أذن، هذه أذن هذه أذن، هذا في حرف إيه؟ حرف الدال. وهذه الأذن أمامنا، هذه الأذن أمامنا، صورة الأذن. هذه صورة الأذن، فيها حرف الدال اللي باللون الأحمر، حرف الدال اللي باللون الأحمر. أذن أذن أذن. طيب الآن لاحظ أمر آخر، أمر آخر. لما طلعنا محمد المسلم هنا وجاوب على ما قال المعلم، ماذا يدل العمل الذي قام به محمد؟ ماذا يسمي محمد؟ سمي طالب إيه؟ مهذب. وذكي. ممتاز. مهذب وذكي. قام من محله حتى هنا نقول مهذب بأدب، ونقول طالب إيه؟ طالب ذكي. طالب ذكي. طالب ذكي. ممتاز. طالب يعني ذكي، ومهذب كلها بها حرف الدال. قلنا أذن، وقلنا ذرة، وبعد بقى حاجة ثانية اللي هي بعد. نعم إبراهيم. حذاء. حذاء ممتاز. هذا حذاء يبدأ بحرف الدال. هذا حذاء. حذاء. نعم خلاص محمد. ممتاز خلاص. ممتاز خلاص. قلنا حذاء وأذن، وقلنا كذلك قلنا ذكي، وقلنا مهذب. الآن الآن عرفنا حرف الدال. أبي الآن أعمل عمل آخر. أمسح السبورة الآن، أمسح السبورة الآن. هبدأ الآن برسم أربع خطوط. هذا الخط الأول، حسمه هنا. هذا الخط الأول، ثم آتي هنا الخط الثاني، ثم آتي هنا الخط الرابع، ثالث الخط الثالث، ثم هنا الخط الرابع. أربع خطوط، أربع خطوط. ثم آتي بعد ذلك أرقم الخطوط. هذا واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، ورقم أربعة. ممتاز. كم خط عندنا؟ كم خط عندنا الآن؟ كم خط عندنا؟ ممتاز. أربع خطوط، أربع خطوط. طيب حكتب الآن على كل خط حرف ذا. حرف إيه؟ الدال. شاطر. حرف الدال هذا عبارة عن حرف الدال. هذا حرف الدال. قلنا كذا وقلنا كذا، وقلنا بعد حرف الدال هنا، وقلنا بعد حرف الدال، قلنا هنا بعد كذلك حرف الدال، وقلنا كذلك هنا حرف الدال. طيب هسأل سؤال. يلا الآن بدينا أربع خطوط، واحد اثنين ثلاثة أربعة، حطينا حرف الدال. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الآن حوزع شيء على ها الأربعة خطوط. أعرف من يعرف؟ تعال يا محمد. محمد تعال، تعال يا محمد. محمد تعال، بارك الله فيك. محمد هذه عبارة عن أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة في الذات. شنو أضع عليهم هؤلاء الأربعة؟ حركة. ممتاز، وزع حركات عليهم. يا وزع عليهم. إيش هذه الحركة اللي يسميها دي؟ لا تكلم. إيش هذه؟ وهذه اللي بعدها؟ بس. وهذه؟ بام. وهذه؟ ممتاز. يلا محمد انطق لي الحرف الأول. إيش الحرف الأول هذا؟ انطق لي. دا. وهذا؟ هذه؟ وهذا؟ ممتاز. صفقوا محمد، صفقوا له. صفقوا محمد. صفقوا محمد. طيب حسأل سؤال الآن. حسأل سؤال. محمد لما عرف هؤلاء، شو اسم محمد؟ شو اسم طالب؟ يسميه؟ طالب مهذب وذكي.
ممتاز، طالب مهذب وذكي. حي محمد، حي محمد. ونعطيه الان هديه حلوه. تبي هديه محمد هذه؟ ولا تبي هذه يا محمد؟ يلا ما شاء الله، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد، بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك يا محمد. الان عرفنا الان الحركات الاربع، عرفت حركة الاربع؟ الفتحة والكسرة والضمة والسكون. حطينا واحد اثنين ثلاثة أربعة. الحركات كم حركات؟ أربع. أربع حركات. من يقول لي إياهم؟ محمد مسلم؟ فتحة كسرة ضمة. ممتاز. الآن نمسح اللي على الصبورة. نمسح اللي على الصبورة الآن. نمسح اللي على الصبورة الآن ونبدأ النقطة الثانية. النقطة الثانية. طيب. هاتي الآن هنا. نبدأ الآن. عمل ثلاث خطوط، ثلاث خطوط، ثلاثة. الخط الأول هنا. هذا الخط الأول نعمله الآن. هذا الخط الثاني نعمله الآن. هذا الخط الثالث. إذا كم خط؟ ثلاث. ثلاث، ممتاز، ثلاثات. الرقم الآن نحط كم رقمه هذا؟ واحد. وهذا كم رقمه؟ اثنين. وهذا؟ ثلاثة. ممتاز. وحضع الآن حرف الذاء على كل خط. هذا حرف الذاء على كل خط. هذا حرف الذال على كل خط. حرف الذال على كل خط. السؤال الآن، اللي يجاوبني يرفع يده بس بدون ما يقول أوسه، بس رفع يده بس. حسأل السؤال. الثلاث أرقام، واحد اثنين ثلاثة، شو يدل عليه؟ زياد. يلا زياد، تعال تعال. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يدل عليه، يدل عليه حروف المد. حروف ايه؟ حروف المد. المد. كم حرف مد؟ كم حرف مد؟ كم؟ ثلاثة. ما هم؟ ألف واو ياء. ألف واو ياء. يلا ضع حرف المد يم كل حرف. يلا. شنو نضع الحين حرف المد هنا؟ ألف. يلا حط ألف، يلا. أيوه، والثانية؟ ثالثة؟ حرف الياء؟ يلا. يلا صفقولا 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 صفقولا. ما هدية الآن؟ ايش تبي؟ يلا زياد، هذه الحلاوة. تفضل، هذه الحلاوة من يلا. بارك الله تضمن، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الآن الآن خلصنا النقطة الثانية، تجي النقطة الثالثة هنا. يلا ثلاث خطوط الآن. ثلاث خطوط، هذا الخط الأول، هذا الخط الثاني، هذا الخط الثالث. خط الثالث، آتي رقمهم وقول الآن واحد اثنين ثلاثة. بحط الآن حرف الذاء، هذا حرف الذاء اللي أخذناه، هذا حرف الذاء اللي أخذناه، هذا حرف الذاء اللي أخذناه. يا شطار حسأل سؤال الآن، حسأل سؤال الآن. شو اللي يمثل هذا الشكل؟ اعرف شو الاشكال اللي ضعها على هذه الثلاثه، على ثلاثه ضع عليها. من يقول لي؟ تعالي تعال 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 تعال. بارك الله فيك، تعال تعال. بارك الله فيك، بارك. ايش نضع؟ ايش نضع؟ احنا نضع، احنا نضع، احنا ايش نضع؟ تنوين. ممتاز. ايش نضع؟ تنوين. ايش نضع؟ تنوين. تنوين. طيب قول لي حط التنوين على كل. حط التنوين، يلا حط التنوين عليهم يلا. طيب ايوه ايوه. قول لي الان ايش هذه؟ زين. هذه زين. هذه زين. ممتاز 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 ممتاز، جدا ممتاز. يقول هذه ذن ذن ذن. ممتاز، ذن ذن ذن. نعطيها الان هديه لان ما شاء الله طالب ايه مهذب وذكي، مهذب وذكي. الان ايش تبي يا ادهم؟ خليك يا ادهم. ايش لقيته؟ ممتاز. تفضل يا ادهم، تفضل يا ادهم. صبولة صبولة صبولة. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. الان ننتقل الان للدرس اللي بعد هذا الدرس، اللي بعد هذا الدرس. الان عرفنا حرف الذال، حركة الاربع، ذا ذي ذو ذا. وعرفنا المد، ذا ذو ذي. عرفت تنوين؟ ذن ذن ذن. الان نبدا بعملية كتابة حرف الذاء كاملة على هذا النموذج، على هذا النموذج، على هذا النموذج، على هذا. أوزع عليكم واحد واحد
ونكتب حرف الدال في المربعات ذي كلها، مربعات ذي كلها. بسم الله بسم الله نبدأ الآن. وزع الآن، يلا يلا وزع. أعطيك القلم وزع الآن، نوزع الآن يلا. هي كتبها يلا يلا كلها الصح. هي كلها أي كلها نوزع حرف الدال. نعطي جائزة إذا كان ممتاز، نعطي هدية ونعطي جائزة. يلا يلا كتبوا 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 يلا كتبوا كتبوها يلا كتبوا حرف الدال يلا كتبوا حرف الدال. يا تبغى حبة الآن؟ ممتاز 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 يا فارس. يلا فارس يلا فارس يلا بارك الله فيك بارك الله. تعال اسمك تعال يلا خلاص يا سلام عليك. يلا حتى نتعلم كيف نكتب حرف الذال. حرف الذال وهناك أسماء ذهب حذاء وقرد، هذه كلها عبارة عن أسماء بها حرف الذال موجودة عندنا على السبورة، ونقول التعبية كاملة. الآن إن شاء الله نعمل على إيش؟ على تجميع الأوراق. تجميع الأوراق تروح المحلة وأنا بأخذ رقم من واحد واحد، أخذها من واحد واحد، أخذها من خلنا نعمل أخذها من كم؟ أخذها من بارك الله فيكم يا عزيز. نعمل الأوراق الآن. كتبنا حرف الذال ما شاء الله عليكم كلكم، ما شاء الله عليكم كتبتوا بطريقة صحيحة، وهذا دليل على أنكم تعبتوا الدرس مع الأستاذ وتعلمتوا كيف تكون حرف الذال. الآن نبدأ بعض الكلمات على حرف الذال عن طريق السبورة الموجودة هنا. طلع السبورة اللي هنا موجودة وطلع بعض الكلمات اللي نبدأ بقراءتها تحتوي على حرف الذال، على حرف الذال. يلا بسم الله على بركة الله. الآن نضع الآن بعض الصور على السبورة. طلعوا الصور اللي نطلعوها، هذا عبارة عن أولا حاول ننطقها بإيش؟ ننطقها كما هي موجودة، كما هي يلا أنا أسألكم، أنا أقول لكم الآن. يلا من يقرأ لي العصفورة؟ لا تبص، لا فعل كذا بدون سا. تعال انت أيوة تعال اقرأ العصفورة، اقرأها يلا. حصبك عليها أيوة. هذا محمد وهذا وشوف شنو هذا؟ لا ايش حرف هذا؟ لا حرف الايه؟ مد بايه؟ ممتاز ممتاز ممتاز. صفقولة ويستاهل هدية، ونعطي محمد. يلا تبقى هذه، يلا خذ هذه، بارك الله فيك. الآن الصورة الثانية الآن معك. يلا نبي نقرأ الصورة الثانية. كلها أول حاجة أنتم ركزوا عليها وشوفها كويس عشان نبدأ نقرأها، نقرأ وتابعوا الحركات. نتكلم نقول لكم حركات، نشوف الحركات. اقرا. تعال يا علي ما شاء الله على علي. ها بارك الله فيك. يلا اقراها. مهذبه. شاطر يا علي مهذب. صفقولة تبي هديه محمد يا علي.
يلا تفضل. ما شاء الله قال مهذبة، هذه عبارة عن مهذبة. مهذبة. الآن نقرا الصورة الثانية، نقرا الصورة الثانية، نبي نقرأ هذه، نقرأ هذه. من يقدر يقرأها؟ تعال يا تعال، بارك الله فيك، تعال، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اقرأها الآن هذه. ايوه نقرأ الحرف. ايه الحرف هذا؟ وهذه ايش نقول عنها؟ كسرة. ممتاز. وهذه ايوه ايش هذا؟ حركة. ممتاز. وهذه ايوه ايش اقراها؟ ايوه ايش اقرا الحرف؟ ممتاز ممتاز. صفولة صفولة صفولة. ترى هدية، بعثك هدية، لك هدية، لك هدية، تبي هدية؟ ايش تبغى هدية؟ ما شاء الله عليك. نفتح الآن صفحة الكتاب على هذه الصفحة، صفحة 53. الصفحة نفتح الكتاب على الصفحة هذه. يلا كله فتحوا على هذه الصفحة، كلكم جميعا فتحوا على هذه الصفحة. عندي الآن أربعة أقلام بأربعة ألوان، أسود، عندي أزرق، عندي أحمر، عندي أخضر. حط على السبورة أرسم أربع دوائر. هذا الدائرة الأولى باللون الأسود، الدائرة الثانية باللون الأحمر. ممتاز. باللون الأحمر. الدائرة الثالثة باللون الأزرق. الرابعة باللون الأخضر. خلاص خلاص. طيب حضع الآن رقم أمام كل دائرة، أمام كل دائرة. هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنين، وهذه رقم ثلاثة، وهذه رقم أربعة. كم دائرة هنا؟ كم دائرة عندي؟ أربعة. أربع دوائر. أربع دوائر. اللون الأول أي لون هذا اللون؟ دائرة. ممتاز. أسود. اللون الثاني؟ ممتاز. اللون الثالث؟ ممتاز. اللون الرابع؟ ممتاز. الآن حفظنا. كم دائرة هنا؟ كم دائرة هنا؟ كم دائرة هنا؟ أربع. أربع دوائر. كم دائرة عندي؟ أربع دوائر. طيب الآن أربع دوائر هنا، نفتح كتابنا الآن على الجملة هذه. يلا الآن أبي أقرأ الآن الجملة هذه كلها. أبيك كتابك حسبك عليها، على الجملة هذه بكتابك. كلنا نحط حسبنا عليها، كل حسبنا عليه، كل حسبنا عليه، كل على هذا. يلا نضع الصبع عليه، نضع الصبع عليه، والنظر على هذه بس، النظر على هذه هنا، النظر على هذه النظر. يلا بسم الله بسم الله. نقرأ أول كلمة. أول كلمة في. ممتاز. في. لنقول كلمة في هنا في الدار الأولى. هذا في. كويس. في. الآن خلاص الأولى. الثانية إذاعتي. نجي هنا الثانية. إذاعتي. إذاعتي. الثالثة. أنا ما سألت أنا، اصبر علي. الثالثة الصباحي. هذا الصباحي. يلا الرابعة قارات. ممتاز. قارات. قارات. ممتاز. قارات. كم باقي عندي؟ أحلام. قارات. أحلام. ممتاز. أحلام. ممتاز. أحلام. كويس. الآن أنا خلاص الآن قرأنا هذه كلها كاملة. خلاص الآن قرأتها كاملة. قلنا هذه في رقم واحد، اثنين اثنين إذا إذا ثلاثة أربعة. كم كلمة هنا؟ كم كلمة هنا؟ خمس كلمات حطنا هنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. كلمة. خمس كلمات. خمس كلمات. هسأل سؤال الآن. هاي الكلمة، هاي الكلمة. هسأل سؤال، هسأل سؤال، هسأل سؤال. محمد رقم أربعة. رقم أربعة يا محمد. ممتاز. قرأت. أبيك عينك هنا على الرقم. هنا هذا الرقم. هنا الرقم. هنا الرقم. طلع الرقم. دوائر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يلا الآن أعطيك الرقم وتقول لي الكلمة. وتقول لي كلمة. أربعة محمد. رقم أربعة محمد. قرأت. نعم قرأت. ممتاز. قال أربعة قرأت. ممتاز. طيب أدهم رقم اثنين.
اثنين ها؟ إذاعة. نعم إذاعة، ممتاز ممتاز ممتاز. من أقول يا عبد العزيز رقم واحد واحد فيه. ممتاز عبد العزيز فيه، ممتاز. خلاص نقرأها كلها كاملة الآن. اطلع لي اطلع لي اطلع يا، لا ابي اطلع لي اطلع يا تنقل. اقرا لي كل هذه كلها، اقراها لي. صبك صبك علي. ايوه هذا عندك مسطره الان، حاول تقراها لي كامله، اقراها الان. يلا اقرا اقرا. صباحي قرات احلامه. ممتاز، قرات احلامه في ايه؟ لا صباحي قرات ايه؟ احلامه. تعال يا عبد العزيز. عبد العزيز ليش؟ عبد العزيز ليش؟ تعال تعال عبد العزيز. اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ اقرأ. ممتاز 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 ممتاز. تمسح هذه كلها، امسحها الان. هم معايا كلكم معايا الان؟ امسح هذه كلها كامله، امسحها لك كلها كامله هذه. ونبدا الان، نبدا الان في الجمله هذه، نبدا الان في الجمله هذه، الجمله هذه. اكون معايا الان كلكم جميعا، اكون معايا كلكم جميعا. نبدا هنا. من نقرأ هذه؟ أنا. أقرأها هذه. يلا الآن نبدأ الكلمة الأولى. الكلمة الأولى هذه، الكلمة الأولى هذه. محمد إيه يا محمد؟ حليب. حليب. ممتاز. حط الحليب هنا. هذا الحليب في الدائرة الأولى. الحليب. الحليب. طيب. من يقول الكلمة الثانية؟ يلا علي. علي. ها؟ لا لا بيبقى. نعم غذاء. حط غذاء هنا. يلا ما تتكلم، حط غذاء هنا. يلا غذاء غذاء. يلا كم اللي بعدها؟ اللي بعدها من اللي بعدها؟ لا اللي بعدها. ها فارس، فارس. محمد، محمد. نعم مفيد. حط مفيد هنا. يلا مفيد. يلا مفيد. هذا مو مفيد. يلا الان بقى عندك كم هنا؟ هذه هذه. يلا احمد. ممتاز. وطعمه. ممتاز وطعمه. لذيذ. وطعمه لذيذ. يلا اللي بعدها. لذيذ. ممتاز. لذيذ. هذا لذيذ. ممتاز. هذه برضه لذيذ، وهذه لذيذ. لذيذ. ممتاز ممتاز جدا جدا جدا. نقرا هذه. ايش هذه؟ محمد. لنكن. لنكن. حلينا. ممتاز. لنكن حلينا. اقراها كلها، اقراها. ممتاز ممتاز. الحين احضر معي محمد. الحين بعد ما قرأ محمد القطع على السبورة، وعرفنا حرف الذاء، وعرفنا حركات الأربع على حرف الذاء، حروف المد والتنوين، طبقنا جميع خطية التعليم في عمل حرف الذاء. كل من عرف حرف الذاء الحمد لله والمنة. استطعنا أن نصل إلى معرفة حرف الذاء وكتابته والقراءة على السبورة عن طريق القراءة البصرية والتعلم البصري والقراءة البصرية. الحمد لله والمنة على ذلك، واشكر لكم نصاتكم واستماعكم للمعلم وارتباطكم للمعلم هي الثمرة الباقية لنا جميعا. كل طالب الآن قرأ وعرف حرف الذاء يذهب في البيت يراجع حرف الذاء ويراجع القطعة هذه اللي قريناها، عشان إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم نعمل مراجعة سريعة على الدرس. وشكرت لكم وأقدر لكم ذلك. شكرا يا استاذ. شكرا يا استاذ.